بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلبة. نبدأ محاضرتنا اليوم لموضوع Unit Operation 1 بالمحاضرة الأولى الجزء الأول من مادة Distillation. تعتبر Distillation من الوحدات التشغيلية في الهندسة الكيميائية، من أهم هذه الوحدات حيث يدخل في معظم العمليات الصناعية التي يواجهها المهندس الكيميائي. قبل ما نبدأ كموضوع الديستيليشن، راح نلاحظ هو مخطط بسيط لهذا الجهاز قدامنا. هو عبارة عن جهاز اسطواني الشكل عمودي يقوم على مبدأ الفصل بصورة أساسية، هي فصل المواد، فصل مادة عن خليط من المواد. هذا الفصل اللي نتبعه، المبدأ الظاهرة اللي تحدث في داخل الديستيليشن هي ظاهرة تبخر جزئي للخليط إلى أن نوصل إلى حالة التوازن بين الغاز والسائل، بين البخار والسائل. عادة الفيد دا يدخل للحظة هنا في منتصف الديستيليشن، بس هذا مو ثابت أن يكون الفيد في منتصف الديستيليشن، احتمال يكون بالأعلى قليل أو بالأسفل قليل. فبصورة عامة نقول بأنه الفيد يدخل في منتصف الديستيليشن. عادة هذا الفيد يكون أما كل مكونات اللي يحتوي على بطور السائل، أو يكون بطور الغاز البيبر، أو يكون بطور الخليط اللي هو غاز وليكويد. طبعا الفيد راح نتخذ شنو انواعه، شنو انواع الديستيليشن، شنو البروسيس اللي يصير، هذا كله هسه راح ناخذه بهذا الجزء من المحاضره. فالمبدا مالتنا بانه يدخل الفيد الى داخل الديستيليشن، راح يتعرض الى درجه حراره معينه. مثل ما قلنا، مبدا عمليه الديستيليشن او ظاهره تحدث في داخل عمليه الديستيليشن هي عمليه تبخر، فمعناتها احنا عندنا درجه حراره واصلة تقريبا إلى درجة غليان أو درجة حرارة غليان المادة اللي أنا أريد أفصلها، وبالتالي المادة راح تتحول من سائل إلى غاز وتتجه نحو الأعلى. أما بقية المكونات اللي درجة غليانها تختلف عن درجة غليان المادة اللي راح تنفصل من الأعلى على شكل بخار، راح تنزل من الأسفل على شكل سائل، وراح تصير عمليات معينة. طبعا انا هسه ما راح اشرح بصورة عامة هسه بهالسلايد هذا، لانه راح نبدي نتطرق جزء جزء لان نوصل الى كامل محتويات والظواهر اللي تحدث في داخل الديستيليشن. بس اريدكم تتخيلون شنو معنى الديستيليشن يونت، وبعدين على مود ندخل بالشغلات النظرية. الديستيليشن كمقدمة بسيطة جدا، وأنا تم اختصارها عن اللي موجودة بالملزمة سابقا نتيجة الظروف الموجودة هسه عندنا حاليا. الديستيليشن هي تقنية فصل لمادة، هذه المادة تكون عالية التطاير من مواد تكون قليلة التطاير، لأنه الفيد عادة اللي يدخل للديستيليشن هو عبارة عن خليط. هذا الخليط يتكون أما من مركبين أو أكثر من مركبين، وبالتالي إذا لنفرض بأنه أنا عندي مركبين، من أريد أفصل مركب عن الآخر باستخدام الديستيليشن، والديستيليشن يعمل على مبدأ التبخر الجزئي، وبالتالي من أريد أفصل مركب عن آخر باستخدام درجة الحرارة، معناتها راح أوصل إلى درجة الغليان للمادة اللي أنا أريد أوصل لها، اللي أريد أفصلها، وبالتالي راح تتبخر. البخار اللي راح يطلع من الأعلى راح يكون غني بالمادة اللي أنا أريد أفصلها، لأنه وصلت لها إلى درجة غليان لتلك المادة، وبالتالي معظم البخار اللي يصعد للأعلى هو يكون المادة اللي أنا أريد أفصلها ودرجة غليانها اللي أنا متحكم به عن طريق الديستيليشن. هاي المادة اللي تتطاير وتكون غنية بتكون غنية بالبخار الموجود في على الديستيليشن تدعى بالمور فولاتايل كومبوننت، يعني المادة العالية التطاير. أما المواد المتبقية اللي ما راح تتبخر بصورة كبيرة هي المواد تدعى باللس فولاتايل كومبوننت، فهذا راح تنفصل. عادة الفيد اللي هو راح يتحول إلى بخار
راح يصعد الى الاعلى، راح يصعد الى الاعلى يكون غني بهذه الماده، فما راح يخرج من الديستيليشن الاعلى الديستيليشن يخرج من عنده راح يكون على شكل بخار. احنا ما راح نستفاد من شيء من على من ماده تكون على شكل بخار، من اني هاي اريد هاي الماده وما راح تطلع من الديستيليشن من الاعلى تكون على شكل بخار، انا ما استفاد من على شكل بخار، فاذا المفروض احولها على شكل ليكويد. راح نمرر هذا البخار، نمرر بعد ذلك من يخرج من اعلى الديستيليشن مرر بهيت اكسشينجر عملية كوندنسيشن، فيتحول من البخار الى السائل، من البخار الى السائل. عادة الديستيليشن اللي نستخدمه الى عدة استخدامات، هو ليس فقط عملية الفصل، عدة استخدامات. نيجي اول شيء نلاحظ بانه الديستيليشن اول استفادة من الديستيليشن هي السيبريشن، هي عملية سيبريشن المركبات او النواتج من الخليط، مثال ذلك عملية فصل الانيلين ونيتروبنزين. الاستفادة الثانية من الديستيليشن يونت هي عملية استرجاع النواتج، مثل ذلك عملية استرجاع الإيثانول من الخليط الموجود به اللي هو مع الماء. الاستفادة الثالثة هي عملية زيادة النقاء، نقاوة النواتج، مثال ذلك عملية تجفيف البنزين من القطرات أو الرواسب الماء الموجود به. هذا الديستيليشن مثل ما قلنا سابقا بأنه يعتبر من أهم الأجهزة في الهندسة الكيميائية، ويدخل في معظم الصناعات الكيميائية، وبالتالي يدعى بالورك هورس، يدعى بالورك هورس لأنه هو يكون متحكم في العملية الصناعية. نشوف هنا المخطط، هذا المخطط اللي موجود هنا للديستيليشن. نلاحظ مثل ما قلنا هو عبارة عن أنبوب اسطواني الشكل، الفيد يدخل من منتصف هذا الجهاز. نظريا راح يقسم الديستيليشن إلى قسمين، الأعلى والأسفل. الأعلى إلى تسمية يدعى بالإنريتشينج سكشن أو الريكتيفاينج سكشن، أما الجزء السفلي يدعى بالستريبينج سكشن. عادة من الفيد اللي يدخل مثل ما قلنا، عادة اللي نفرض بأنه الفيد اللي يدخل هو ليكويد، بينما راح يدخل الفيد راح يلاقي بأن درجة الحرارة وصل البوينت بوينت، ورا فترة راح يبدي شنو؟ راح يبدي يتبخر. أما باقي المواد والمكونات لذلك الفيد بأنه راح ينزل للأسفل. من راح يبدي يتبخر ويصعد، صعد إلى هذه الجهة، حيصعد على شكل شنو؟ بخار. هذا البخار الموجود هنا هو يكون غني قلنا بالمادة اللي أنا أريد أفصلها، تركيزها كلش عالي، ولكن هذا البخار هو ما يخلو بين أبخرة المواد الأخرى المتكون من عندها الفيد، ولكن بتراكيز قليلة. من دا يطلع من أعلى الجهاز البخار اللي أنا أريده المادة على شكل بخار، أنا ما أستفاد من عنده، وبالتالي لازم أحولها إلى شنو؟ أحولها إلى سائل، فراح أمرره في داخل الهيت إكسشينجر، فأحوله باستخدام الكوندنسر وليس عملية زيادة درجة الحرارة، وإنما كوندنسر تحويل الفيبر إلى ليكويد. راح يتحول الفيبر، يتحول إلى شنو هنا؟ راح يطلع من الهيت إكسشينجر على شكل شنو؟ ليكويد. بعدين راح نضمه يكون على شكل خزان رفلكس درام، وينزل السائل، ونقدر احنا هذا يدعى بالديستيليت، المادة اللي تقطرت جهاز التقطير اللي هو ديستيليت يدعى بالجهاز التقطير الجزئي، المادة اللي الأعلى تدعى بالديستيليت. هاي الديستيليت اللي احنا نستخدمها، مو كلها احنا راح نستخدمها ونخزنها، ناخذ جزء بسيط من عندها ونرجعها الى الجهاز، نرجعها الى الديستيليشن، جزء بسيط من المادة المتقطرة ونرجعها الى الديستيليشن. هذا الجزء يدعى بالرفلكس ريشيو، يدعى بالرفلكس، هذا الجزء راح يرجع مرة ثانية الى الديستيليشن يدعى بالرفلكس. هذا الرفلكس إلى مميزات أو إلى استخدامات معينة حسب نوع البروسيس اللي داعش تغلها. أهم هذه المميزات بأنه إحنا عدنا بأنه هذا يساعدنا في عملية، من راح يرجع يساعدنا في عملية الكوندنسيشن، في عملية التحول البخار اللي يصعد
إلى شنو؟ إلى ليكويد، ويرجع مرتلخ هذا الليكويد يرجع يتبخر، فحيصير عندنا عملية زيادة التنقية أو عملية زيادة التركيز المادة اللي راح تنتج عندنا بالأخير. هاي العملية راح يزيد لنا من كفاءة الجهاز، راح يقلل لنا من عدد الصواني. يا صواني طلاب، هي أصلاً داخل الديستيليشن العملية تصير عملية توازن بين من وبين من؟ بين الغاز والسائل. عملية توازن بين الغاز والسائل اللي هي موجودة في داخل الديستيليشن، لأنه عندنا غاز دا يصعد وعندنا ليكويد دا ينزل. فداخل الديستيليشن أكو عندنا عبارة عن صواني، نفس تقريباً الأبزوربشن. هذه الصواني راح يصير على سطحها عملية التوازن بين من؟ بين الفيبر دا يصعد والليكويد دا ينزل. فيبر دا يصعد والليكويد دا ينزل. فإذا معناته احنا نحتاج إلى عدد صواني معينة. بس الرفلكس ريشيو اللي احنا دا نحكي كنا عليه، بأنه من ينزل من أعلى الجهاز إلى الأسفل أو يصير في حالة تماس مع الفيبر دا يصعد، راح يرجع مرتلخ يكثف الفيبر، ويرجع الفيبر ايضا يتبخر لان درجة الحرارة قلنا وصل للغليان مالته، وبالتالي عندنا يرجع يتكثف، راح يزيد من عملية الفصل ويزيد من عملية النقاوة المنتج. هاي العملية من راح نزيد من كفاءة الجهاز، معناتها راح نقلل من عدد الصواني الموجودة في داخل الديستليشن. هذا ايضا راح يقللنا من كلفة تصنيعية للديستليشن. موجود في الأعلى، حكينا عن الأعلى وخلصنا من عملية الديستليت المادة المتقطرة اللي أنا أريدها. أما الليكويد اللي ينزل للأسفل، الليكويد اللي ينزل للأسفل اللي هي يحتوي على كمية كبيرة من المواد قليلة التطاير وكمية قليلة من المادة العالية التطاير اللي ملح حقت تتبخر، راح ينزل إلى أسفل الجهاز على شكل ليكويد، نزلت وخرجت من الديستليشن على شكل ليكويد. ايضا هذا عندنا اللي موجود هنا راح يروح الى اما نستخدم استخدام ثاني او يهمل. ايضا جزء قليل من هذا الليكويد الموجود راح ينزل من اسفل الجهاز، راح ناخذه ايضا نوديه على وين؟ من هو الجهاز؟ ريبويلر. هذا الريبويلر راح يحول الليكويد اللي جاينا من اسفل الجهاز، الجزء القليل اللي احنا اخذناه من الكميه الكبيره اللي راح نهملها او نستخدمها استخدام ثاني، راح يحولها من ليكويد الى فيبر. من حولها الى فيبر راح ياخذها ويدخلها الى الديستليشن مره ثانيه من اسفل الجهاز. هذا نفس المبدا تقريبا اللي دا يشتغل كان الرفلكس عليه كليكويد، هنا الفيبر الموجود هنا من اسفل الجهاز راح ندخله، راح يبدي يصعد. هذا اللي يصعد شو راح يسوي لنا؟ هذا الفيبر اللي يبدي يصعد راح يلاقي الليكويد دا ينزل، ايش راح يسوي؟ ايضا يساعد على عمليه شنو؟ على عمليه تبخير الليكويد اللي ما تبخر، بعد ما تبخر. فمعناته ايضا راح يصير عندنا عمليه تلامس بين الفيبر اللي جاي من هاي الجهه ودخل مع الليكويد اللي نازل، حيصير عمليه تلامس بين الفيبر والليكويد، فايضا الليكويد راح يتبخر ويزيد من نسبه التبخر ويزيد من نسبه الكميه اللي تتبخر اللي ما لحقت تتبخر نتيجه درجه حراره الغليان لتلك الماده. هذا هو مبدا عمليه الديستليشن. ثلاث ستريمات كديستليشن. اول ستريم هو الفيد الاف، هذا الفيد اللي يدخل. هذا الان الاوت عندي هو هذا الديستليت، هذا هو الديستليت، هذا يدعى بالدي الديستليت، دي اللي هو احنا نريدها الماده المتقطره. الفيد الثاني الخارج الاوت هو الويست اللي هو موجود بالباتوم، يدعى بالدبليو. فاذا من اريد اسوي اوفر اول ماتيريال بالانس، يقول الان ماتي اف ايش يساوي لنا؟ الاوت دي زائدا دبليو. هذا اوفر اول ماتيريال بالانس للديستليشن. الصورة اللي بصفها هذا فد صورة حية لأحد المصافي تكرير النفط، نلاحظ نشوف شكل الديستليشن الموجود هنا. هذا هي الديستليشن وهذا أطواله يعتبر بالأمتار الديستليشن بصورة ضخمة، ويسيطر على العملية بصورة عامة، ومثل ما قلنا يعتبر هو قلب العملية للهندسة الكيميائية.
مثل ما قلنا سابقا اكو عندنا نوعين من انواع الخليط اللي راح يدخل، نوعين من انواع الخليط الفيد، هاي الاف نوعين. اول نوع هو يدعى بالباينري ميكستشر اللي الخليط متكون فقط من مادتين، اما النوع الثاني يدعى بالمالتي كومبوننت اللي هو معناته الخليط يتكون من ثلاثة مواد واكثر. مبدأ عمل الديستيليشن هو يعتمد على درجة الحرارة، فراح صادفنا او صادفتنا بانه نوعين من درجة حرارة يدعى بالبابل بوينت ويدعى بالبويلنج بوينت. شخص بالبابل بوينت، البابل بوينت هي معناتها درجة الحرارة اللي راح تتكون فيها اول فقاعة على سطح السائل. بابل بوينت هي درجة الحرارة راح تتكون اول فقاعة على سطح السائل، وهي خاصية الخلائط والمركبات. اما البويلنج بوينت درجة الحرارة اللي تكون بيها الضغط البخاري مساوي المن للضغط الجوي. من اقول بويلنج بوينت اقصد بها علميا هي درجة الحرارة للمركبات اللي يتساوى بها الضغط البخاري مع الضغط الجوي. من شرحنا سابقا على الجهاز قلنا مواد عالية التطاير، مواد قليلة التطاير. اذا معناته اريد اعرف شنو التطاير، شنو التطايرية للمركبات، شخصت بالتطايرية للمركبات. هي كلمة التطايرية تكون عادة مرتبطة ويا من ويا درجة الحرارة اللي هي البويلنج بوينت. فالتطايرية هي والبويلنج بوينت هي متساوية يعني مرادفة، مو ليس العفو متساوية، مرادفة. من اقول بويلنج بوينت مرادفتها اللي هي الفولاتايلتي. من اقول فولاتايلتي يعني شو اقصد بيها؟ الفولاتايلتي هنا اقصد بيها اللي هي التطايرية لاي مركب، تطايرية لاي مركب، لنفرض المركب هي اي، فشنو التطايرية مالته؟ هي عبارة عن الضغط على نسبة تلك المادة كسائل PA على XA. زين الضغط لتلك المادة شو يساوينا؟ الضغط لتلك المادة هو عبارة، احنا نعرفها، هي عبارة المول فراكشن لتلك المادة اللي هي الواي في الضغط الكلي. اذا ال PA هو YA في P total على ال XA. فهاي هي التطايرية للمركب الواحد، سواء هذا المركب هو نقي. بس احنا دا نحكي على خليط، لنفرض بانه هذا الخليط يتكون من مادتين، هذا الخليط يتكون من مادتين، ومن نريد استخدم الديستيليشن طلاب، ملاحظة مهمة، نحاول المادتين اللي هي تكون على شكل خليط، هاي المادتين درجة غليانها تكون مختلفة وتكون متباعدة، يعني مو قريبة واحدة من الأخ. ليش؟ لانه هو يشتغل الديستيليشن على مبدأ درجات الغليان، لو كانت متقاربة فهذا جهاز الديستيليشن ما راح يقدر يفصلهن. فلازم تكون درجات غليان المواد اللي راح تدخل للديستيليشن تكون مختلفة ومتباعدة، وبالتالي فالتطايرية المفروض للمركب A والمركب B تكون ما متساوية على مود أقدر أفصلها بالديستيليشن. وبما أنه إحنا دا نحكي على خليط، فمعناتها لازم أوجد تطايرية الخليط، والخليط قلنا مادتين، فشنو تطايرية الخليط للمادتين؟ ألفا أي بي. ألفا أي بي أقصد بيها تطايرية الخليط AB. AB اللي هو الأساس اللي أنا دارد أفصله عن الB. فألفا AB هي ألفا A على ألفا B. ألفا A على ألفا B. ألفا A اللي أخذناه سابقا ونفس الشيء ويا ألفا B، بس أغير الأرقام، راح يظهر عندي في حالة إذا كان خليط متكون من مادتين A وB فقط، تطايرية ما تشي ساوينة Y الـ A اللي هي تركيز المادة A مضروب في تركيز نعيد Y الـ A هي تركيز المادة A على شكل بخار في تركيز المادة B على شكل سائل، على تركيز المادة B اللي هو على شكل بخار أو في البخار في تركيز المادة A في السائل. فهذا القانون هي قانون التطايرية الموجود عندنا هنا، هذا قانون التطايرية الموجود هنا طلاب للخليط متكون من مادتين فقط. هذا هي التطايرية. هنا عندنا التطايرية، كل ما كانت قيمة الألفا أي بي عالية معناتها عملية الفصل حتكون أفضل ما يمكن. إذا كل ما كان الفرق عالي راح تكون عندنا عملية الفصل أكبر. ولو تساوت أذني التطايرية اثنيناتهن تساون
فمعناته احنا ما راح نقدر نستخدم الديستيليشن الاعتيادي، ما راح نقدر نستخدم الديستيليشن الاعتيادي، راح نستخدم غير نوع من الديستيليشن يدعى بالاكستراكتيف ديستيليشن. اكستراكتيف ديستيليشن هذا نوع من انواع الديستيليشن في حاله اذا كانت التطايريه او درجات الغليان للمواد الفيد الداخل تكون متقاربه او متساويه، وقيمة الألفا التطايرية للخليط إذا كانت أكبر من واحد، إذا كان الألفا أي بي أكبر من واحد، قيمتها أكبر من واحد كقيمة عددية، معناتها المادة أي هي المادة اللي هي more volatile compound، المادة العالية التطاير. أما إذا كانت الألفا التطايرية للخليط ألفا أي بي أقل من واحد، يعني من point من واحد فما دون point الواحد ما يدخل 0.99 فما دون، معناتها بأنه المادة A هي تكون قليلة التطايرية low volatile component. فالمادة A low volatile component. إذا من قيمة الألفا من قيمة الألفا بأنه هاي معناتها شنو أقصد بيها، من قيمة الألفا راح أحدد قيمة المادة A هي عالية التطاير أو قليلة التطاير. Distillation processes. Distillation يمكن أن يقسم حسب نوع العملية، حسب نوع الجهاز، حسب نوع الخليط اللي يدخل. إذا يمكن أن يقسم إلى مثلا حسب نوع type of separation method، نوع عملية الفصل. أكو عندنا فصل نستخدم اللي هو يدعى بالdifferential distillation، flash distillation، rectifying distillation. هذا يعتمد على نوع الفصل. أما أيضا النوع الثاني يمكن أن يقسم على عدد ونوع المكونات الخليط اللي راح يدخل. لو كان عندنا الفيد دي يدخل مادتين يدعى بالباينري، إذا كان ثلاث مواد فما فوق يدعى بالمالتي كومبوننت ديستيليشن، وكأنواع اللي هي كومبلكس ديستيليشن، وعندنا نوع الاكستراكتيف ديستيليشن. هذا حسب أنواع المواد اللي راح تدخل في حال إذا كانت تطايرية متساوية أو درجة الغليان متساوية أو كانت مواد معقدة ويمكن فصلها بصعوبة. وأيضاً يمكن أن يصنف الديستيليشن حسب نوع تصميم الديستيليشن وحسب نوع الظروف التشغيلية مع الديستيليشن. عندنا نوع اللي هو نوع الديستيليشن يدعى بالباتش اللي هو distillation دفعات، وعندنا نوع اللي هو continuous distillation اللي هو نوع المستمر، وعندنا نوع الثالث هو الفاكيوم وsteam distillation. احنا راح ناخذ النوعين الاول مستقبلا وراح نبدي نشرح هذين النوعين batch والcontinuous distillation. هاي طلاب، هذا هو نهاية الجزء الاول. لخصنا كمبدأ عمل distillation وفد مقدمة بسيطة عن الديستيليشن، وإن شاء الله رح نبدي بالأجزاء البقية مستقبلا رح نشوف شنو أنواع الديستيليشن بالنوع الباتش والكونتينيوس. وشكرا جزيلا.